الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلوات الله عليه. اليوم كما راكم تشوفوا المقادير هنا اللي عندنا، راح نديروا البسبوسه. طبعا البسبوسه بزاف اللي يحبوها، وفيها وصفات يعني كثيره ومختلفه. انا اليوم البسبوسه تاعي بسبوسه عاديه، عندنا 4 حبات بيض، عندي كاس سكر، كاس زيت، كاس حليب، عندي هنا 2 ملاعق تاع نواة كوكو كم ممكن الاستغناء عليها ما تديروش، وعندي هنا كذلك 2 ملاعق تاع الفارينة كما تديروش نواة كوكو. قلت 2 ملاعق نواة كوكو هو اللي هو جوز الهند، وزوج ملاعق فارينة. اذا استغنيتوا على جوز الهند ديروا 3 مغارف تاع الفارينة. وعندي كذلك هنايا دشيشه سميد، هاوليك هنا، مانيش عارفه لها راه يبان ولا ماهوش يبان، فوالا هاوليك هنا دشيشه شويه خشينه هاهيك، وعندي كذلك 2 أكياس تاع خميرة الحلوى. نبدأ على بركة الله، نخفقوا هاد 4 حبات بيض تاعنا، نخفقوهم جيدا، نزيد كذلك كاس تاع السكر، الآن نزيدو الزيت اللي هو كوب ونخلطو، نزيدو كذلك الكوب تاع الحليب، نزيدو كذلك جوز الهند، نخلط، هنا اللي تحب تضيف لافاني فانيليا، او تحب تضيف قشور قارص، او حتى برتقال تضيفهم. انا هنا عندي سماني عملت هنا جوز الهند، ما حبيتش نضيف حتى حاجه، ممكن تخليها هكذا كما درت انا. عندنا كذلك هنا 2 أكياس تاع خميرة الحلوى، نحطوها هنا، نكيلو 2 كيسان تاع سميد، الكوب الأول، وهذا الكوب الثاني. هذا هنا راكم تشوفوا، هذا لأني كيلت هذا الكوب اللي كيلت فيه الزيت. الكوب الثاني نبداو نضيفوه، نضيف نص الكمية هكذا ونخلط، ونزيد النصف الثاني،
نخلط مليح. الان نجيبوا السنيوه تاعنا تدخلوا الفرن. السنيوه تاعنا هنا راهي مدهونه مليح بالمانغارين. الان نحطوا الخليط تاعنا هنا. كما قلت لكم الفرن راني سخنته، نديروه على 160 درجه. نحطوا البسبوسه تاعنا طيب من تحت، لما نشوفوها احمرت من تحتها نشعلوا لها من فوق. انا دوك تحطها دوك نحطها طيب ونرجع لكم نخدموا الشربات مع بعض. لو سيرو، نرجعوا للسيرو تاعنا. هنا عندي برج تاع قارص هكذا دائره ولا برج حطوه. عندي زوج كيسان تاع سكر، زوج كيسان تاع سكر. عندي كذلك الماء، هذا الكوب الاول. ثاني، وعندي الثالث ونص. ندير ثلاثة ونص في زوج كيسان تاع سكر. نحركوا هذا الخليط ونحطوا فوق النار. لما يغلي خمس دقائق نحسبوا له، كي يبدا الغليان نحسبوا له خمس دقائق حتى الثمانيه. ومن بعد نضيفوا له نص خارج النار، نضيفوا له نص كوب تاع ماء زهر. نطيب لي الشربات وطيب لي البسبوسه، رايحه نرجع لكم. البسبوسه تاعنا طابت والشربات تاعنا طاب كما قلت لكم لو سيرو. الان نسقيوها. البسبوسه راهي سخونه والشربات راه بارد. شوفوا كيفاش راهي تشرب. فوالا هكذا نسكوها. قد ما تشرب زيدوا لها. فوالا كي تشوفوها خلاص حبست ما راهيش تشرب، تما حبسوا السقيه نتاعكم. الان انا واش ندير؟ نخلي البسبوسه تاعنا دون خلاص كفايه، نخلي البسبوسه تاعنا تتشرب مليح الشربات وتبرد تماما، ومن بعد نوريها لكم في طبق التقديم. هاي البسبوسه تاعنا كيفاش خرجت؟ خرجت ما شاء الله، ماشي معجنه، خرجت هايله مسقيه مليح. جربوا الوصفه تاعي وادعوا لي، ونتمنى كذلك ان شاء الله خياتي دعموا القناه. والله ناقصه بكثير المشاهدات يعني، وصراحه يعني راني نتعب باش نوصل لكم الوصفه، فنتمنى يعني شويه دعم ويكثر خيركم. هاي لك البسبوسه تاعنا، شوفوا كيفاش جات من الداخل. هاي لك نقسمها معكم. عفوا، هاي شوف
شوفوا كيفاش جات، هيك جات ما شاء الله. شوفوا الداخل كيفاش، ماشي معجنه، شوفوا هايليك، جات روعه ومسقيه. هايك البسبوسه تاعنا، والى فيديو اخر ان شاء الله. استودعكم الله في امانه وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.